يا سميحة اتركي هالسلطة وقومي شعلي لي المنهل. ذكية لسميحة، يو شو بدها تلحق لتلحق؟ هاي ذكية بتشعله. لا ذكية خليها مرتاحة. لا يو والله قايمة بشغل البيت كله من بابه لمحرابه، ما بتخليني مد ايدي على شغلي. لك اسكتي، حتى اخوكي ابو صفوان ما عاد عجبه شغلي، ما بيحب الاكل غير من طبخها، وما بيعجبه الا ترتيبها وشغلها. قبل كم يوم كانت عنا خيرية خانو وشافتها كيف هيك عم تتفتل بأرض دياري مثل الرهوان، قام صارت تلمح لي انه بدها تخطبها لابنها. مرتخي استريها، الجماعة مناح. ايه لا حوينتها تطلع برات العيلة، ما بدي اعطيها لغريب. بعدين هي روح قلب القرايبين، وخصوصي خصوصي انتو، بتموت على ما تجي لعندك. تقبرني، وانا كمان بحبها. بحبك العافية. زكية قومي شعلي المنقل يامو. ايه يامو. لك انا بشعله يا جماعة، انا بشعله. لا انت ارتاحي، زكية بتشعله. ايه يامو شو بدك؟ جيبي الفحمات وشعلي المنقل، يلا فرجي شغلك لعمتك. ايه بشعله، ليه لحتى ما شعله؟ شو يعني عمتي مفكرتيني ما بعرف شعله؟ لا عمتي بتعرفي، بس انا ما بدي عذبك. تقبريني عذبية قد ما بدك، عذبية اولتا واخرتا الكم. شعلي عمتي شعلي. شايف سموها؟ انا بعرف كثير منيح اشتغل. اعطيلها اعطيلها شوية. سموحة ليكي صحي انتو بتكون تخطبوا له لوضح؟ ايه لك ليش لحتى ما نخطب له؟ يقبر قلبي عليه شبوبية بتجنن. ايه والله وضح كتير حلو، يا الله شو بحب شوفه. رح تنطفي النار زكية، حركيها. ليكي ليكي سموحة شبكي؟ يعني انتو امتى رح تحكوا مع ابي؟ ابوكي يامو، قومي شوفي الكبايات ليحترقوا. على عيني يامو. يسلموا لي الأنامل على الكبة. صحتين وهنا تقبرني. بس يامو عم يطلع معي قراص سميكة، كأنه مو شغلك. اي يامو، اجت مرت خالك أم صفوان هي وبنتها وساعدتني. مين زكية؟ اي زكية. يعني ركزت هيك وصارت تعرف تساوي كبة؟ والله بعرفها حوبة. ايه يا بعدي، قال جابتها مرت خالك لعنا لحتى تورجي امك على شغله وتقانتها، قامت حرقت روبها بالمنقل. عيب يا اولاد، بتضل بنت خالكم. حرقت روبها؟ ايه والله يا ابن عمي، ولو ما لحقناها الله ستر. الحمد لله الله ستر. بس ابصر ساعتها بشو كانت عم تفكر. سميحة يا بي، عيب من هلا ورايح تجيبوا معدل حدا. هيك لكان يا ام وضاح. وقال شو؟ أبو صفوان بده يخطب سميحة لصفوان. إيه ما فشرت عينها الشرنة؟ إيه والله والله ضفر زكية مراية لرويدة. بس اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. لقوا هديك الخنزيرة أم عبده، الأهل وقعوا عليها شو كهينة وداهية، عم تدحش بنتها دحش بمناخير أم وضاح. يا مو وجع نقستيني، شو بدك؟ إيدي لسات عم توجعني. خليها توجعك، بتستاهلي، إن شاء الله بتنكسر. ليش يا مو؟ لأنك حوبة وجدبة. يا الله ليش كلكم بتقولوا عني جدبة؟ يعني حتى كل بنات الحارة كل ما بيشوفوني بيصيروا يضحكوا علي ويقولوا عني جدبة جدبة جدبة. مين هاد اللي عم بيقول لك جدبة وليه؟ كلهم يا مو كلهم، حتى اليوم فهمية بنت ام شاهر قالت لي انت جدبة. يعني انا فهمية قالت هيك؟ ايه يا مو والله. بسيطة يا ام وضاح. إيه والله إذا ما بخلي لك ابنك وضاح يسوح بالحارات ما بكون صبحية. ولا هي شرنة سميحة، إيه والله لا خلي لك إياها بوشك طول العمر. هلأ وقتك يا شيخ جوهر، إذا بدها تكلفني هالشغلة ليرة ذهب لأعطيها. وبدي إياك يا شيخ زمزم تجيبي لي وضاح على قفا وتخليه ما يعرف حلوة. والله يا أختي هي الشغلة بدها الشيخ جوهر، أنا ما بقدر عليها. استني لأشوف لك يا إذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي خليه يفضى، ما بقدر اجي مشوار تاني. يا اختي الشغله مو بايدي، اذا كانوا عنده اخواته حاضرين ما بقدر يحكي مع حدا. ليش اخواته عنده؟ لك الملك الاسود والملك الاحمر، هدول ما بيتركوه بنوب.
فضايلك لو والله احد. اصحك تفكري بالشيخ بشي عاطل، لانهم بشوفوكي بسمعوكي. هي انا نبهتك، انتبهي، بنبهوكي اول مره بعدين تصطفلي. ما دخلني انا اوعك. شو الصفة هاي؟ يا سيدي هاي بتتخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم أمه رويدة، وبنتها اسمها زكية واسم أمها صبحية. شلون شلون؟ الأم زكية والبنت صبحية؟ لك لا، البنت زكية والأم صبحية، بس وضاح ما بده وأمه ما بده إياها، بده واحدة اسمها رويدة على اسم أمه. يلا قوم اقطع الخيط. ايه والله مو بعيدة يكونوا كذابين. يلا هلا هلا اطعوا يا ولي. ضايلك لو والله واحد، دستور من خاطركم. يا لطيف يا لطيف. اوعك تعيديها مرة تانية، ولو بتكوني باخر الدنيا بجيبوكي وبمسكوكي وبمسخوكي وبيعملوكي معزاية عم تبعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزاية؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده ثانيه غيرك ما دخلني. تصطفل منا إلو لملوك الجان. يا رب سامحوني يا رب يا رب. والله بعينتو هالشيخ، شيخ له انتو هو واخواته. يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافيه شيخي. عدي عدي. ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. اسكتي أنت. وضاح ابن الرويدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بن صبحية. إيه؟ إيه هي؟ وأنت صبحية. إيه شيخي؟ إيه أنا صبحية. انتي اكيد اكيد شو ما صارها يعني حلوانك عندي. خلاص لا تنسي لي شغله توضا. توكلي على الله ام صفوان. ولك رويدا مو هي المقطعه ام صفوان. ما بعرف يا مو، بس والله يمكن هي اللي بعت لدائس. شو عم تعمل هون؟ مرت عمي مرت عمي، امي عاوزتك. يي هي انتو والله ما عرفتكم. يو اي بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. شايفتك طالعه من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شويه وجع راس، قلت اروح لعند الشيخه زمزم خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه سمعتك عم تقولي له لا تنسيلي شغله وضح. وضح ايه. قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين. الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لي. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا مو. الله يقصف عمره هالام عبده، شلون شافتني وعرفتني. والله بكره لتفضحني بالحاره، وخصوصي اذا حكيت لام وضاح. هي من غير شي ما بتطيني. شلون إذا عرفت إني عم روح لعند الشيخ جوهر مشان أعمل له عمل لابنها؟ ولي على قامتي، شو عملت بحالي أنا؟ شو بدي ساوي هلا؟ إيوا والله مالي غير أسبقها لعند أم وضاح وأقطع عليها الطريق. والله بحبك من جواتك، بحبك العافية. شلونك عمي؟ ان شاء الله منيحة. الحمد لله الله يرضى عليك يا حق. شو وين سميحة؟ على مهلك عمتي على مهلك. وين رايحة؟
أبو وضاح بالبيت غطي على وشك. يو أم وضاح، أبو وضاح مثل أبوها، سبحان اللي صورها وكونها، على طول بسيرتكن عمي أبو وضاح وعمتي رويدة. إيه بعرف مرتخي، بس الأصول أصول، وأبو وضاح ما بيحب يشوف حرمة مكشفة عن وشها. يلا وضاح خدي لي طريق بدي روح على الحاصل. تفضل ابن عمي، ما في حدا غريب. يلا 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 يا رب. مرحبا عمي. أهلين. استغفر الله، نزلي على وشك يا بنتي. أنتي بنت مين؟ شو ما عرفتني عمي؟ لا والله بلا صغرة، مين أنتي؟ الله يستر عليكي. يا أبو وضاح هاي بنت أخي. أنا من نون رويدة ولا زكية؟ لا عمي أنا زكية بنت أبو صفوان. شلونك أبو وضاح؟ أهلين أختي مصفوان، الله يخلي لي إياكي. شلون أبو صفوان؟ الله يسلمك، تمام الحمد لله، بسلم عليك. وأنتي كمان يرضى عليكي سلمين عليه. إيه الله يسلمك. شايف يا أبو وضاح؟ شايف هالدرسانة؟ جاي اليوم خص نص تعمل لك أكلة حلو حلبية. إلي؟ إيه خصوصي إجت اليوم مشان هيك. شو هالحكي؟ وشو اسمها الأكلة؟ هاي أكلة تعلمتها من بنت أختي اللي متجوزة على حلب. أكلة كتير طيبة، بسموها مامونية. مامونية؟ هو أنا بصراحة ما بيواتيني الحلو، بس يعني كرمالكم باكل لي لقمتين، يسلموا إيديها. يلا يلا عن إذنكم. يلا تفضلوا تفضلوا. السميدات اللي جبتيهم معك زراف؟ ايه يا مو زراف كتير. هلأ بتروحي على بيت المونة مثل الطير الطاير، بتعملينا شوية قطر مثل ما علمتك، لا تبهدلينا قدام عمتك. لا تخافي يا مو، انتي ما عليكي، لا توصي حريص. وبتحمصي السميدات شوي. والله يا أم صفوان ما لا قدراني تقوم، لأنه ضلت طول الليل وهي عم تخيط. ييتو قبريني خليها نايمة، نوم العوافي إن شاء الله. هي عندك زكية، شو ما عندك شغل بتشتغل لي. ليكي ليكي يا مو، وبعد ما حمس ميدات شو بدي ساوي؟ شو جايبون هدول من صباحية الله؟ شو شايفين لزيارات بمنامون؟ لا وأخوك يا أبو صفوان بيقول لي العين تحرسوا هالوضاع، طالع خنطق منطق إلي وبيحبه، بيحبه من صمصيم قلبه. لا مرتخي لا، وضح يشكل قاسي، بيشبه أبوه بشبابه. ليش أم وضح؟ مو عاجبك إنه وضح يطلع لخاله؟ لا مرتخي مو هذا القصد، إخواتي زينة رجال الحارة، بس وضح يشكل قاسي غير شكل. إيه مثل ما بدك. زكية حطيتي الأطراط على النار؟ إيه يا مو حطيتهم. مسكتك يا عفريتي على بنا نايمة مو هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلونك سموحة؟ شلقتلك حبيبتي. منيحة منيحة بس بعدي عني. وين وضح؟ بالحاصل. يي علينا، فكرته هون، قلت لحالي بنطلع بسلم عليه. وضح ما بيحب حدا يطلع لعند منه، خصوصي الحريم. يو ليش أنا غريبة؟ الله يسامحك يا سموحة. تعال مشلك شعراتي. وأخوكي أبو صفوان ما عم يعطي كلمة لحدا، مو رضيان، وكل يوم بيجينا خطابة. يو ليش أخي ما بده يجوزها للبنت؟ مبلا، بس يا ستي قال هالبنت مندورة لوضاح. أبو وضاح قايله لأخوكي يوم الخلقة زكية، هاي ما بتفرط فيها، بتخلينا إياها لوضاح. لا مرتخي لا، إذا أجا نصيبها جوزيها حرام ما بيجوز. بعدين يعني بركي وضح ما بده إياها وهي ما بده إياها، إيه ما بصير نجبرهم حرام. عن إذنك مرتخي لشوف مين على الباب. آه يا كرنيبة بعرفك، أنا اللي بعرفك، طول عمرك ما بتطيقينا، هلأ بنتي ما عاد تعجبك مو هيك؟ ماشي الحال، دبارك عندي، إذا ما بجوزها لابنك غصب عنك وبتحشب بناخيرك دحش، ما بكون أنا أم صفوان. والأيام بيناتنا ميت أهلا.